lamella. And our compound, what it is observed in the top over there. And then the lamella moves once again to vesicle. And these vesicles, or these metallocarbonates, freely cross the membranes, artificial membranes. But we can notice that the deodorant is much more. Which was this effect? The effect. سي رمزي المعالج استاذ العلوم طبعا كليه العلوم صفاقس اليوم هالندوه هذه او المؤتمر العلمي اعطينا فكره عليه بايجاز وخاصه الخبراء اللي جاوا من دول اخرى مشاركين معكم. شكرا على الاستضافه وشكرا على الاهتمام بارك الله فيكم. هذا المؤتمر هو الاول من نوعه يختص في النانو ميدسين يعني الطب النانوي وهو علم حديث جدا كل ما يهم مخرجات النانو تكنولوجيا وتطبيقاتها في الميدان الطبي والبيوتكنولوجيا. يحضر هذا المؤتمر حوالي 200 باحث من مختلف دول العالم من الولايات المتحدة من فرنسا من إسبانيا إيطاليا ألمانيا وروسيا والصين وكذلك باحثين تونسيين يعني باش يقدموا البحوث نتاعهم واخر المستجدات في هذا الميدان هذايا اللي هو قاعد يجبد الاهتمام نتاع دول العالم الكل لانه فيه يعني مخرجات مهمة جدا بخصوص صحة الإنسان من حيث محاربة الأمراض المستعصية وكذلك تشخيص الأمراض بدقة متناهية فيعني السنوات المقبلة باش تشهد ثورة علمية كبيرة ياسر في الميدان الطبي يعني في الميدان النانوميدسين ونانو بيوتكنولوجيا وتقريبا مجال جديد مجال جديد جدا لأول مرة نظموا هذا الموضوع نعم متأكدين أن الخبراء ربما عندكم ثقة في أن الإمكانيات اللي باش تكون بعد هالمؤتمر هذايا باش يوقع الاستفادة بها بشكل كبير خاصة زادة مع الطلبة أنا شوف الطلبة حاضرين. أي أكيد هو يعني الهدف منه يعني من حين المؤتمر هو تحسيس يعني السياسيين من أهمية الموضوع هذايا ومن حيث الجدوى نتاعو الاقتصادية والاجتماعية ومش يعمل اللي نجم يعمل يكون ثورة ونجم تونس تكون عندها الريادة في المجال هذايا لأنه فما الطاقات البشرية موجودة لكن يجب تشجيعها بالإمكانيات والأزمة باش نجموا احنا نقعدوا عندنا الرياده ونجموا معناتها نواكبوا التطور العلمي هذا. نعم هذه توا المشارك معكم من برشلونه. اي نعم هذه البروفيسور كلارا فينس يعني مختصه في الميدان نانو ميدسين وعندها ابحاث عالميه ذات يعني جودة عالية جدا واستدعيناها اليوم وبارك الله فيها اللي وفقت أول مرة تجي. يو ار ويلكم. This is the first time you are here in Tunisia. Especially in the machine? No, it's the second one, but always it's a pleasure to be here. I was here 2 years ago in the occasion of the thesis of Dr. Inés Benur, because she has been in our laboratories for several years there. So, what about this experience about Tunisia and your when you work? Spain or what do you mean precisely? This experience, yeah, the experience Tunisian. No, for us, we enjoy very much being here, and this second time we have compared with 2 years ago, and we have noticed that many things have changed in a positive way, by sure. And also, I consider we are very glad that students from ESFAC University come to Barcelona or Girona in Catalonia just to expand or to increase everywhere. Yes, her knowledge. Thank you very It's much. A pleasure. You're welcome, welcome. Okay, yes. Thank you. Je suis doctora, كملت الدكتوراه في 2 ans en 2017. عملت الدكتوراه اختصاص كيمياء بيولوجيا دونك سبيسياليتي نتاعي قريت على الاول شيمي بعد كي التحقت بالمخبر نتاع مدام كلارا فينياس في برشلون دونك جي سي ان ندخل في دومين دو ميديسين ودخلت في الميديسين اي بيان جي بروفي بالكدا اي ابري 2 ans جو بونس جي في تيز دو نيفس فيقس وكانت هي افيك في الجوري نتاعنا
اي فري مشيت عندهم هما خدمت انا افيك ان كونترا بوست دوك بحث ما بعد الدكتوراه وسنا الحمد لله كالعاده ابغي افوار ان انترفيو مع سي رمزي دونك خذيني سي رمزي مع الموضوع جديد وبحث علمي جديد ومدام كلارا فينياس كانت هي الضيف نتاعنا للكونغري هذايا وكانت هي الضيف الشرف نتاعنا وهذايا سي تان غرون بليزير بور موا انو تكون معناها انكادرورتي افغي دي زون تكون لهنا وتجي بحذنا واللي قالت لي توا فرحانه برشا ان هي فرحانه وحسيت انه تونس تبدلت وبالعكس تونس تحسنت افغي دي زون خاطر هي الا ايتي سي اون 2017 او توا 2019 دونك هي فرحانه برشا انها جات وفرحانه برشا بالتغير اللي ترى فيه موجود في تونس وفي صفاقس ان شاء الله ديما تكون بحلينا فرحانه بالخبره التونسيه اكثر فرحانه خاطر انا ما كنتش الوحيده كان معايا تونسي اخر وديجا فرحانين بيه زيدا دونك الحمد لله ان شاء الله نقعدوا هكا ثانك يو فيري ماتش يو ار ويلكم